بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو غادي نخدمو التمرين رقم 2 صفحة 58 من كتاب النجاح في الرياضيات، هو نفسه ليكزيرسيس نيميرو 2 في لاباج 58 نجاح او ماتيماتيك بالنسبة للبيوف. دونك ليكون اكس يساوي ناقص 3.8 في 10 اس 2 و واي تساوي 1.17 في 10 اس 2. سؤال الف، اعطي اشارة اكس زائد ايغريك و اكس ايغريك و اكس على ايغريك. يعني الاشارة يعني واش موجبة ولا سالبة، يعني واش كبر من صفر ولا اصغر من صفر. اذا احنا المعطيات اللي عندنا، لدينا اكس تساوي ناقص 3.8 في 10 اس 2 و ايغريك تساوي 1.17 في 10 اس 2. دونك اولا او الف، إشارة x زائد y، x y و x على y. دونك هنا x عندنا سالبة، y موجبة، إذا ما غاديش نقدروا نعرفوا x زائد y مباشرة. إذا غادي نمشيو نحسبوا x زائد y، نشوفوا شحال غادي تعطينا. إيكال دونك x هي هاد العدد ناقص 3.8 في 10 أس 2 زائد y هي 1.17 في 10 أس 2. إذن x زائد y تساوي، هنا عندي ناقص 3 هي الأكبر، دونك ناقص 3 هي الكبر من 1، دونك الإشارة غادا تكون سالبة. دونك ناقص 3.8 نقدر نحسبها، غتعطينا هنا بحال فاصلة صفر. دونك صفر ناقص 7 10 هي 3، هنا تبقى 7 ناقص 1 6.3 ناقص 1 غادي تعطينا 2. دونك هي 2.63 في 10 اس 2. هنا بحال عملنا بعد 10 اس 2، حسبنا هذه وحسبنا هذه، عاد ضربنا في 10 اس 2، اذا هذا العدد اصغر من صفر حيت عدد سالب. ولا نقدروا نستنتجوها حيت عندنا ديجا اكس واي كبر من اكس، اذا اكس زائد واي غادي تكون موجبه. دونك ندوزو السؤال ب، عندنا اكس واي، دونك الضرب والقسمه راه يكفي انني نبين ان واحد صغر من صفر وواحد كبر من صفر. اذا غندير مباشره، لدينا اكس اصغر من صفر و إيغريك أكبر من صفر. إذا جدا عددين مختلفي الإشارة هو دائما عدد سالب. إذا إكس إيغريك غادا تكون صغر من صفر، إذا كانوا عددين واحد موجب واحد سالب ودرنا بيناتهم الجدا راه غيعطينا عدد سالب. ناقص في زائد هي دائما ناقص، وكذلك بالنسبة لإكس على إيغريك كذلك القسمة، قسمة ديال عدد سالب على عدد موجب ولا عدد موجب على عدد سالب دائما اصغر من صفر. واضح؟ اذا هذا هو السؤال، مازال غير في الف هذا الشيء. دابا عاد ندوزو للباء، قارن اكس و واي. اذا باش نقارنو اكس و واي راه باينه، لدينا اكس صغر من صفر و واي كبر من صفر. اذا شكون العدد اللي كبير؟ العدد اللي كبر من صفر هو الاكبر. اذا واي اكبر من اكس، او نكتب اكس اصغر من واي حتى هي صحيحه. جيم قارن ناقص اكس وناقص واي. اذا جيم حنا ديجا عندنا لدينا واي كبر من اكس، حنا بغينا نقارنو ناقص اكس وناقص واي، اذا غنضربو في ناقص 1. واي و اكس غنضربو من هنا في ناقص 1 باش تعطينا ناقص اكس، ومن هنا غنضربو في ناقص 1 باش تعطينا ناقص واي. دونك ناقص 1 عدد سالب، ضربنا في عدد سالب شنو كندير؟ اكبر من كنرجعها اصغر من. واضح؟ كنقلب الاشاره. اذا ناقص واي اصغر من ناقص اكس، ولا ناقص اكس اكبر من ناقص واي. السؤال د، قلنا رتب تزايديا، ما كاين لا تزايديا لا تناقصيا، رتب وصافي. رتب اكس زائد واي، اكس ناقص واي وناقص اكس زائد واي. اذا غادي نحسبوهم، حنا ديجا حسبنا اكس زائد واي لقيناها، عفوا لدينا اكس زائد واي نحطها شحال كتساوي؟ ناقص 2.63. اذا اكس زائد واي هي ناقص 2
فاصلة 63 في 10 أس 2. دابا غادي نمشيو نحسبو إكس ناقص إيكغريك. إكس ناقص إيكغريك، إكس هي ناقص 3.8 في 10 أس 2 ناقص إيكغريك هي 1.17 في 10 أس 2، إذا تساوي عندنا ناقص ناقص، إذا غادي ندير ناقص وندير الجمع. هنا عندي بحال فاصلة 0.7 وصفر 7.819.31 هي 4 في 10 أس 2، إذا هذه إكس ناقص إيكغريك. دابا ناقص إكس زائد إيكغريك، ناقص إكس زائد إيكغريك. إذا حنا عندنا إكس هي ناقص 3.8، فاش غنزيدها واحد ناقص غتولي ناقص ناقص 3 هي زائد 3، دونك هاد العدد غيولي 3.8 في 10 أس 2 زائد إيكغريك هي 1.17 في 10 أس 2، إذا تساوي هنا عندي زائد زائد، دونك غادي ندير الجمع. هنا فاصلة 0.7 وصفر قلنا 7.89.4 في 10 أس 2، إذا غادي نقارنو هاد الأعداد. إذا بانت لنا دابا المقارنة، لاحظوا أكبر عدد هو هذا أصلا موجب، هادو أعداد سالبة. الأعداد السالبة فاش كنبغي نقارنهم أصغر واحد فيهم كيكون هو الأكبر، دونك كنحيد هاد الناقصات ونشوف أكبر عدد راه كيكون هو الصغير وأصغر عدد كيكون هو الكبير. دونك الأبعد إلى الصفر، شايفين ديجا هادشي المقارنة ديال الأعداد. إذا عندنا ناقص إكس زائد إيكغريك هي الكبيرة، أكبر من العدد اللي تابعه هو إكس زائد إيكغريك حيت كيساوي ناقص جوج إكس زائد إيكغريك، والعدد الأصغر هو ناقص 4.97 اللي هي إكس، إكس ناقص إيكغريك هي أصغر عدد. واضح؟ إذا آخر مقارنة هي ها، قارن واحد على إكس وواحد على إيكغريك. إذا حنا ديجا عندنا المقارنة ديال إكس وإيكغريك، كنا إكس صغر من إيكغريك ولا إيكغريك كبر من إكس بحال بحال، عندنا إكس أصغر من إيكغريك. إذا كنعرفو الترتيب ديال المقلوب، فاش كنبغي ندير المقلوب شنو كندير؟ كنغير الرمز، كان عندي أصغر كيولي أكبر، كان عندي أكبر كيولي أصغر. إذا لا لا هنا ديجا عندنا عدد سالب وعدد موجب، دونك ما غادي ما عندناش عددين موجبين قطعا ولا عددين سالبين قطعا. دونك هنا فاش غادي ندير واحد على اكس وواحد على ايكغريك، هنا ديجا عندنا اكس راه صغر من صفر، ايكغريك كبر من صفر، اذا غندير لدينا هذه ما غاديش نخدموا بها، لدينا إكس أصغر من صفر و إيكغريك أكبر من صفر. إذا هذه واخا ندير المقلوب ديالها واحد على إكس غتبقى دائما أصغر من صفر، واحد على إيكغريك دائما غتبقى أكبر من صفر. إذا شكون اللي كبير؟ واش اللي كبر من صفر ولا اللي صغر من صفر؟ اللي كبر من صفر هو الأكبر، إذا واحد على إيكغريك أكبر من واحد على إكس. واضح؟ هنا هذه حالة خاصة، حنا كنا شايفين فاش كندير المقلوب كنقلب الرمز، ولكن إلا كان عندهم نفس الإشارة، كانوا عددين موجبين قطعا ولا سالبين قطعا عاد كنقلب، ولكن هنا راه عندي عدد سالب، عندي مثلا ثلاثة أو ناقص ثلاثة صغر من واحد مثلا، فاش غندير المقلوب ديالهم هذه غتولي ناقص واحد على ثلاثة. واحد راه واحد على واحد هي واحد، شكون اللي كبيرة؟ واش واحد ولا ناقص واحد على ثلاثة؟ غتبقى دائما واحد هي الكبيرة، دونك حيت عندنا هنا عدد موجب وعدد سالب ما غاديش نطبقوا هذيك القاعدة ديال إلا درنا المقلوب كنقلبوا مع الرمز. واضح؟ إذا هنا غنديروا هاد الاستنتاج. دونك كملنا التمرين الثاني، نتمنى أنكم تكونوا فهمتوه مزيان، ما تنساوش الاشتراك في القناة وفعلوا الجرس باش يوصلكم التمارين الاخرين، وعاونونا بالبارطاج وحنا علينا الخدمة، والسلام عليكم ورحمة الله.